لكم من جديد في فير بلاي في اخر جزء من حصتنا اليوم. نحكي على تحضيرات الانديه التونسيه لعوده البطوله ونستقبلوا المدرب نتاع نجم المتلوي السيد محمد الكوكي. سي محمد اهلا بك. مرحبا بك اسلام ومرحبا بكل الساده المستمعين. مرحبا سي محمد، شنو احوالك؟ شنو الامور؟ الحمد لله عايش خويا، الحمد لله وشنا... برشا سخانه وان شاء الله ربي معنا وان شاء الله ربي يوفق لنا الكل. وشنو احوال اللي توال؟ لا لا بس لا لا بس ما نجم المتلوي وضعية متاعه صعيبة. قبلنا التحدي هذا ما علينا إلا نتحملوا مسؤوليتنا. تعرف النجم المتلوي من الفرق اللي بدأت تقريبا في الوقت، يعني بالنسبة للتحضيرات الحمد لله التوا عاملين 48 حصة تمرين، عاملين 5 مباريات ودية. البرنامج اللي سترناه والأهداف اللي حطيناها الحمد لله لحد الآن وصلنا لها، سواء على مستوى كما قلت التمارين ولا المباريات الودية، يعني على المستوى الفني والبدني، يعني فريق ماشي كما يلزم كيف كيف على مستوى النتائج. ان شاء الله لجور جي نكونوا حاضرين وان كونفيرم الشيء اللي وراه الفريق في فتره التحضيرات ان شاء الله. اذا كان نحكي نسبه مئويه، قداش جاهزيه الفريق اليوم قبل اسبوع من انطلاق عوده البطوله؟ كما قلت لك اسلام، بعد 48 حصه تمرين وخمسه مباريات، معناتها كان فيها ريتم وكانوا يعني مباريات خليني نقول المستوى نتاعهم محترم سواء المنافسين ولا احنا، نجم نقول حاضرين بنسبه مئويه كبيره برشا. يبقى تعرف انا فينا ان سيكل في شهر اوت 7 مباريات، ان شاء الله نكونوا حاضرين. انا بتاتر اللي مقلقني كيما مقلق برشا مدربين وبرشا فرق، اللي هو الجانب الذهني وتعرف تاثير الامور الماديه على الجانب هذا، وكيف كيف نجم المتلوي على مستوى الكم، على مستوى الكيف عندنا لاعبين ممتازين، على مستوى الكم يعني على مستوى لي دوبلور ان شاء الله ربي يحمينا من الاصابات. وسي باي فيدون تعرف 7 مباريات في شهر اوت مع السخانه، مع تقريبا معدل كل 3 ايام ولا 4 ايام مباراه، ان شاء الله الجانب هذا يعني ما يخذلناش. لكن خليني نقول انه الفريق بحول الله جاهز كما يلزم لبداية البطولة إن شاء الله. ظهري حتى التحضيرات في أجواء متميزة، شفنا منذ يومين تقريبا احتفلتوا بسبعينية متاع نجم المتلاوي في التمارين ومرتبات ودنيا، حتى الأجواء باهية ظهري، هذا يعطي صحيح. يعطي جو باش حتى نتائج تجيب معه. أكيد أكيد إسلام، تعرف الجمهور المتلوي يعني متعلق برشا بالفريق نتاعو ويقف كما يلزم، مش من توا تقريبا أنا اللي لاحظته من أول نهار أنا جيت فيه. ممكن الترشح على حساب النجم الرياضي الساحلي زاد رجع الثقة للجماهير هذه، للتحضيرات نوعية التحضيرات، نتائج اللي صارت في المباريات الودية خلات الجمهور يزيد يقرب أكثر. وبالمناسبة بالطبيعة نتمناو 70 مباركة للنجم المتلوي، وإن شاء الله النجم المتلوي يبقى في المكان اللي يستحقها، ولما لا يرجع لفولاته وجولاته اللي شفناها للفريق في المواسم الفاضلة. في المقابلات الودية لعبتم مع جمعية كبار سي محمد وحققتوا نتائج محترمة، معناها ظهر لي تعادل مع الاسبيرونس وتعادل مع السي اس اس. مقابلة الاسبيرونس الأخيرة نجم نقول وصلتوا للقمة نتاع مع تمتيعكم، راضين إلى حد الآن على التحضيرات والمجهود نتاع الفريق في المقابلات الودية؟ والله راضين، أنا بديت كلامي قلت لك راضين كسوا على التحضيرات ولا المباريات الودية. عملنا 5 مباريات، لعبنا مع مستقبل سليمان، لعبنا مع شباب القيروان، لعبنا مع هلال الشابة، لعبنا مع نادي الرياض الصفاقسي والترجي التونسي. المباريات في كل نسق كان فيها تساعدي، جربنا أكثر من طريقة لعب اللي نتصور باش نستحقوهم في البطولة، كيف كيف عطينا الفرصة لأغلب اللاعبين. مباراة الترجي الأخيرة أكيد مؤشرات كانت ممتازة، بالرغم أنه كان فما 7 لاعبين أساسيين فتحناهم، إذا كان معناتها مش سمي لك الأسماء باش تفهم معناتها اللي نجم المتلوي ما عادش يقف على حتى لاعب. عماد منياوي ما كانش موجود، إذا كان ما كانش موجود، محمد أمين المعذبي، بن نسيب، زياد البكوش، خالد غرسلاوي، هيثم المحمدي، تقريبا 7 لاعبين أساسيين ما كانوش موجودين. لعبنا المباراة تقريبا ب 12 أو 13 لاعب وأبلاو البلاء الحسن، دونك هذه ما تكون الا مؤشرات ايجابيه انه اللاعبين الكل تقريبا في نفس الجاهزيه. وكما قلت ان شاء الله لجور جي اون كونفيرم الشيء هذا. بديتوا استرجعتوا المصابين ولا ما زلتوا سي محمد؟ بدينا نسترجع، والله احنا كان عندنا في البرنامج مباراه نهار الاحد الغيناها خاطر فما اصابات، والحمد لله ماهيش اصابات عضليه، اصابات تاع كونتاكت. وفما بطبيعه كما قلت لك على مستوى الكم يعني على مستوى العدد ما عندناش فما لاعبيه، معناتها 5 ماتشات تقريبا لعبوا 5 ماتش بلا، معناتها لعبوا تقريبا 90 دقيقة اللي هي حاجة خلينا ريسك ميونيتي اوبليجي، ما كانش ان شوا. فما دي كونتراكتور، دونك حاولنا انه الجمعة هذه نلموا الجروب
بنسبة 90% المجموعة الكل موجودة في انتظار لاعب ولا اثنين ينضموا للمجموعة في بداية الأسبوع القادم إن شاء الله. بش نسألك على ملاعب بمعين سي محمد، حتى سمعته منذ أيام في شمس فام، أسامة البغالمي الملاعب هذا يظهر لي في وقت من الأوقات وصل البطل الكرة، لكن في البريود الأخرى خاصة وانت كي رجعت ظهر لي رجعت له روح متاع نكرة اللاعب سي محمد. شوف أسامة البغالمي لاعب ممتاز ممتاز جدا، وانا اللاعب هذا نعرفه يمكن من 2006-2007 من بداياته كسوا في الملعب التونسي والترجي، وكل من يعرف اللاعب هذا كنا نتكهنوا له مستقبل كبير برشا حتى على مستوى المنتخب والاحتراف. بقى مر بظروف معينة، حكيت معاه انا توا يلزمو يدوارو لونسي ساكارير، قاعد يخدم بالحق تشوفه يخدم كومان فو سيتان فري بروفيسيونيل، قاعد يقدم في اضافه كبيره للنجم المثلوي، وهو على المستوى الفردي نون سيلمو قاعد يسترجع في الامكانيات نتاعو وقاعد يتحسن ويتعدى من باليه لباليه. ان شاء الله نتمنى له كما هو كما بقيت اللاعبين انهم يقدموا اللازم ويعطيوا الاضافه للفريق. كما قلت لك لاعب كما اسامه البغانمي يستحق يمشي بالي اخرى بالامكانيات اللي عنده. مازالوا مقابلات وديه ولا ساي كملتوا؟ لا قلت لك كانت عندنا مباراه الغيناها خاطر الايفكتيف كما قلت ريدوي، وعندنا بعض الاصابات على مستوى لي شوفي معناتها كونتراكتور، دونك قلنا خلينا الجمعه هذه نحاولوا نلموا الجروب نستحوذوا على المجموعه. خمسة مباريات كما قلت لك عملنا 5 ماتش بلان كان فيهم نسق مع فرق محترمه جدا، دونك كافيين ان شاء الله باش يخليونا جاهزين لبدايه البطوله. وصحه الملاعبيه بالطبيعه اهم من انك تعمل مباراه والقدر الله زيد تخسر ملاعبيه. الملاعبيه اللي كملوا السيزون سي محمد الكل على ذمتك ما فماش ملاعبيه ما حبوش يكملوا الموسم خاصه نعرفوا اغلب الانديه عندهم صعوبات ماليه معناها. صحيح صحيح، ولا عندنا احنا زاد بعض الصعوبات، وتعرف المدرب في تونس الهيئه المديره قاعده تقوم بواجبها وقاعده تعمل في مجهود كبير، لكن احنا زاد كمدرب الحمد لله عندي النفوذ الادبي على اللاعبين، اغلب اللاعبين دربتهم سواء في المثلوي ولا خارج المثلوي. دونك بالمناسبه نحب نشكرهم على الانضباط نتاعهم وعلى الروح نتاعهم، والكلهم تقريبا معناتها باش يواصلوا معانا. بون عندنا زوز ملاعبيه، عندنا زوز ملاعبيه معناتها مازالوا محصورين في ليبيا، بون هما ماهمش دي جوار تيتولير، هما لاعبيه صغار معناتها تاع مستقبل. سينو ليفكتيف الكل على ذمتنا ان شاء الله. اذا كان نحبوا نطمنوا حباء المتلاوي نجموا نعطيوا نسبه مئويه للبقاء ولا مازال بكري؟ شوف اسلام انا مادام جيت وقبلت المهمه انا ما نحطش حتى 1% انه الفريق يغادر الرابطه المحترفه الاولى، بالطبيعه مع كامل احتراماتي للفرق الاخرى قاعدين نخدموا ممن يعني بالناس اللي معايا سواء الاداره ولا الجهاز الفني وخاصه اللاعبين، انه نجم المتلوي بحول الله باش يخرج من الوضعيه هذه، وبل بالعكس نتصوروا باش بتاتر نتوقع انه يعمل مفاجاه او ممكن يعمل حتى مليو تابلو معناتها في العشر مباريات الجايه، تعرف 30 بوان اون جو كل شيء ممكن، وعندنا زاده باركور الكاس اللي زاده كيف كيف حاطينه هدف من الاهداف نتاعنا. اكبر عائق ظهر لي كان قبل التوقف كان العقم الهجومي، خدمته على اسم محمد اكيد النقطه هذه في الفتره هذه. والله خدمنا على كل شيء اسلام، تشوف الاحصائيات انت مثلا مباراه النجم الراضي الساحلي تاع الكاس سجلنا هدفين، في المباريات الوديه 5 مباريات سجلنا 6 اهداف وقبلنا كان زوز اهداف ضربه جزاء وكره ثابته. دونك لهنا تنجم تقول انه الفريق قاعدين نخدموا معناتها اون بلوك سواء سو بلون ديفونسيف ولا سو بلون اوفونسيف، دونك نظريا الى حد الان ما عندناش مشاكل كبيره، باش نحاولوا نزيدوا نحسنوا، عندنا بعض الحاجات اللي لازمنا نخدموا لها وخاصه الجانب الذهني كما قلت لك تري تري امبورتون، هو اللي باش يكون فاكتور ديترمينو في خاصه في السيكل هذا كما قلت نتاع 7 مباريات في الشهر الاول. تشكيله واضحه في ذهنك ولا مازال توش نتاع اخر جمعه توضح بعدها؟ لا ما ينجمش مدرب ما يكونش عنده توا ملامح التشكيله الاساسيه، بالطبيعه كما قلت لك نستحق نحن محتاجين اللاعبين الكل، فما تورن اوفر باش يصير، تلعب حد ربع حد 7 مباريات معدل 3 ولا 4 ايام كل مباراه، دونك المجموعه الكل موجوده مي اكيد ملامح التشكيله موجوده، طرق اللعب اللي حضرناهم زاد كيف كيف ظاهرين، دونك بحول الله ان شاء الله كما قلت بنسبه كبيره جاهزين سيرتو لي بلان يعني للبطوله ان شاء الله. تيك صحة، شكرا لك سي محمد كوك، بالتوفيق ان شاء الله في لبقيه مشوار نجم المتلوي في بطوله هذا الموسم. هكا نوصل لنهايه فير بلاي اليوم، اكيد كنتوا تابعتوا معنا، كان معنا في البدايه حكينا على السيابي والوقت الاحتجاجي الاحباء السيابي، كان معنا هيثم الهيشري رئيس خليه رئيس خليه لجنه احباء السيابي، كما حكينا ايضا على الجلسه العامه التقييميه للملعب التونسي، كان معنا الاستاذ
انيس اللي بيجي يحكي على الجلسه العامه التقييميه للاستاد اليوم باش تبدا 6:30 مذكره احبائي الملعب التونسي. ايضا كان تكلم على الحاله الصحيه رئيس النادي جلال بن عيسى وكان طمنا على صحته. ثم كان معنا حمادي الدو حكينا على استعدادات اتحاد تطاوين للبطوله قبل عوده النشاط ان شاء الله. وختمنا مع محمد كوكي الكوتش نتاع النجم المتلوي ايضا احكي على استعداد فريق المناجم لعوده البطوله. ايضا كل شيء لفيديو نتاع التصريحات والمداخلات هذا كل تنجموا تلقاوها على الباج نتاعنا اكسبريس اف ام والا اكسبريس سبور. احنا ملتقى ان شاء الله نهار الاثنين في نفس التوقيت من مطلع الخمسة تاع العشية على اكسبريس اف ام. شكرا انيس الجويني في الاخراج، شكرا ناصر الساكري اللي امن لكم اللايف ستريمينغ. اجمل تحيات اسلام.